अरे मक्तल से आज भी महसूस हो रहा है ये मक्तल से आज भी अरे आवाज आ रही है रज़ा شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين وأن علي أمير المؤمنين وسيد المسلمين وإمام المفترض الله تعالى والعالمين والحسين والابن الحسين ومحمد بن علي وجابر محمد وموسى بن جابر والي ابن موسى ومحمد بن علي والي ابن محمد والحسن بن علي والقائم الهجة المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد أئمة المؤمنين هجة الله على الخلق أجمعين وأئمتك أئمة هدى أبرار يا ناشر ذا ابن رئيس الحسن إذا أتاك الملكان المقربان رسولان من عند الله تبارك وتعالى وسألك عن ربك عن نبيك عن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك فلا تخف ولا تحزن وقل في جوابهما الله جل جلاله ربي ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي والإسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي والحسن علي المجتبى إمامي والحسين الشهيد بكربلاء إمامي والي زين العابدين إمامي ومحمد بن باقر بن نبينا إمامي وجعفر الصادق إمامي وموسى الكاظم إمامي ولي الرضا إمامي ومحمد الجواد إمامي ولي الهادي إمامي والحسن العسكري إمامي والحجة المنتظر إمامي هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمتي وسادتي وقادتي وشفائي بهم تولى ومن أدائهم أتبرع في الدنيا والآخرة ثم على